بدأت وزارة المواصلات والاتصالات بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحديث أنظمة الهبوط الآلي، حيث وقعت الوزارة عقدا بقيمة أكثر من 930 ألف دينار بحريني مع شركة باريس لهندسة المطارات الفرنسية للأعمال الاستشارية، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها سعيا منها في تطوير منظومة الملاحة الجوية في مملكة البحرين بما يتوافق مع معايير ومتطلبات منظمة الطيران الدولي إيكاو. وبهذه المناسبة أشار المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات إلى أن التطور التكنولوجي الكبير الذي شهدته هيئات الطيران والمطارات العالمية في الأعوام الأخيرة دفعها إلى البحث عن أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة المتاحة للتعامل مع الظروف الجوية الصعبة. تجدر الإشارة أن مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال خدمات الملاحة ومراقبة الحركة الجوية، إذ أنها تقدم هذه الخدمات منذ أكثر من 70 عاما، ويعتبر مركز مراقبة الحركة الجوية من المراكز المهمة جدا في منطقة الشرق الأوسط.